سانت كاترين لابوري. باتنين أيار سنة 1806 بضيعة صغيرة بفرنسا اسمها فان لي موتيه ولدت بعائلة لابوري بنت سموها كاترين. كان في قبلها بنت وست صبيان. البنت الكبيرة اسمها ماري لويز عمرها 12 سنة. بس شافت أختها الصغيرة فرحت كتير وقالت: شوفوا عيون أختي شو حلوين، لونهم أزرق مثل لون السما. وتاني يوم بثلاثة أيار 1806 نالت كاترين سر العماد. بيا كان مزارع يشتغل من كل قلبه تيعيش عيلته، وإما كانت معلمة قبل ما تتجوز، وهي كمان فرحت كتير لأن اجتها بنت تانية بعد ست صبيان، وبعد سنتين رح بتولد بنت تسميها تونين، وآخر ولد صبي سموه أوغوست. عيلة كبيرة وشغل كتير أثروا على صحة أمها، ولما توفت كان صار عمر كاترين 9 سنين. كان هالحدث مؤلم للعيلة كلها وخاصة لكاترين. وبيوم طلعت على كرسي تطال شخص العذراء وعبطتها وقالت له: ماما علمتني أني حبك، ساعديني أكون أمي كل حياتي. وكبرت كاترين وصارت هي تهتم بأمور البيت بعد ما راحت أختها ماري لويز تتصير راهبة. ولما نهار الأحد كانت ترافق بي على القداس كانوا الجيران يقولوا: شو هالصبية الحلوة والشاطرة وشو تقية، بتصلي من كل قلبها. وكانوا كلهم يحبوها. بعد فترة قالت لأختها تونين: بحب يسوع من كل قلبي وحب أعطيه كل حياتي، بس رح أنطر لتصيري أنت تقدري تحمل مسؤولية البيت. مبارح زعل البابا لما قلت له إنه ما بدي أتجوز ابن الجيران، بدي صير راهبة. وقال: ما بكفي ماري لويز كمان أنت؟ هالمرة مش رح أقبل. بليلتها بصرت بنومة كاترين إنها بكنيسة الضيعة عم بتصلي، وفي خوري ختيار ما بتعرفه عم بيقدس، وكان وجهه في حنان وتطلع فيها. بس هي استحت وظهرت من الكنيسة وراحت تشق على جارتها المريضة. وهونيك وبعد عم تحلم شافت هالخوري الختيار اللي قال لها: بتحب تخدم المرضى؟ هيدا جزء من مشروع الرب لإلك. وعيت من النوم وقلبها فرحان وراحت عند بيا وقالت له: ما تزعل يا بابا، ما في إلا يسوع بعب قلبي فرح. اسمح لي روح لعند الراهبات، هلأ تونين صارت قادرة تدير شؤون البيت. وسمح لبيا وباركها وراحت لعند راهبات المحبة. ولما وصلت طلبت تحكي مع الرئيسة، وهي وناطرتها بتشوف صورة هالخور الختيار اللي حلمته بنومة وبتسأل: مين هو؟ بتجاوب الرئيسة: هيدا بينا ومؤسسنا مار منصور سان فينسان دو بول. بتفرح كاترين وبتقول: هلأ اتأكدت انه هون بدو ياني الرب انه كون. ودخلت كاترين دير الابتداء الموجود بباريس، حتى اليوم بعده موجود بشارع ريدو باك رقم 140. وكانت حاسة بفرح كبير وبسلام، وتصلي من كل قلبها وتشكر العذراء لرفقتها كل يوم من أيام حياتها.
وهونيك ليلى كانوا كل الراهبات نايمين بتوعى كاترين عصوت عم بيعيط لها. صار لها بوري، صار لها بوري. بتقوم بسرعة وبتشوف ولد صغير عمره 4 أو 5 سنين بشع نور. بيقول لها تعال كنيسة العذراء ناطرتك. ولما شاف إن خايفة وعي الراهبات قال لها طمن بالك، هلأ الساعة 11:30 بالليل وكل الراهبات نايمين، يلا عجلة. لبست بسرعة ولحقته ونزلوا على الدرج اللي بيوصل على الكنيسة، وبس وصلوا كان باب الكنيسة الكبير الخشب مسكر. مد أصبع الولد وبس لمس الباب انفتح. وكانت الكنيسة مشعشعة مثل ليلة عيد الميلاد. وصلت كاترين وركعت وسجدت ليسوع بالقربان. ولما قال الولد الصغير اجت العذراء، اجت ملكة السماء والأرض، سمعت كاترين مثل صوت فستان حرير، وشافت مريم العذراء جاي من السكرستية. وبس وصلت قدام بيت القربان انحنت مريم وسجدت لابنها وإليها يسوع، وراحت قعدت على الكرسي مطرح ما بيقعد الخوري وقت القداس. وقربت كاترين بفرح وركعت قدام مريم وحطت ايديها على ركابها مثل الولد اللي بيرتمي بحضن امه. وبتقول كاترين كانت هاللحظات اروع لحظات حياتي. قالت لمريم الرب بده يطلب منك شي مهم، بعدين بقلك شو هو، وكل شي بقلك بتقوليه بس للخوري المسؤول عنكن فير ألادين. ما تزعلي إذا بالأول مش رح يصدقك، بس أنا بساعدك وإرادة الرب بتصير بوقتها. تعوا دايما على القداس وصلوا، هون القربان المقدس بيعطي القوة والنعم للكل كبار وصغار. ووعدت كاترين العذراء مريم إنه تسمع كلمتها وتعمل من كل قلبها كل شي لازم تعمله، وتصلي للمرضى وتعلم الكل إنه يلتقوا بالرب بالقداس حتى يتقدس كل إنسان وكل العالم. كانت هالليلة بين 18 و19 تموز سنة 1830، ليلة عيد مار منصور. وراحت العذراء وراح النور ولد الصغير. وصل كاترين عقودتها، قعدت بفرشتها ومن فرحتها ما كانت تقدر تنام، وسمعت الساعة عم بتدق 2، يعني بقيت 2:30 مع العذراء. تاني يوم راحت تقول للأبونا ألادال إنها شافت العذراء وشو قالت له. أكيد ما صدقها وفكرها عم بتألف قصص، بس هي بكل احترام وشجاعة خبرته كل شي. وكانت كل يوم تصلي أكتر وأكتر للعالم المجروح بالحروب، تصلي لوطنة فرنسا، تصلي للرهبنة اللي هي فيها، تصلي لأهلها واللي بتعرفن. وكانت عايشة على أمل ترجع تشوف العذراء مثل ما وعدتها مريم. وبـ 27 تشرين الثاني 27 نوفمبر كانت كاترين مع الراهبات بالكنيسة عم بيصلوا صلاة المساء. سكتوا تا يسجدوا للرب ويصلوا من قلبهم. وفجأة
سمعت كاترين صوت خشخشة فستان حرير مثل ما سمعت أول مرة، وشافت العذراء واقفة وبتشع نور، حاملة بإيديها مثل طابة صغيرة وهي الكرة الأرضية، وعرفت إنه مريم عم بتصلي للعالم كله. أمنا مريم عم بتصلي لكل شخص بهالعالم. بعدين فتحت مريم إيديها وشافت كاترين خواتم حلوة كتير، خواتم بتشع نور وخواتم مطفية، وقالت لمريم: الخواتم اللي بتشع نور هي نعم ليلي بيطلبوها، والخواتم المطفية هي نعم بينسوا الناس يطلبوها. وبعد شوي شافت كاترين كلمات بأحرف من ذهب حول مريم: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. وقالت للعذراء: قولي لأبونا ألاديل يطبع قوني بهالشكل، وكل يلي بيلبسوها بإيمان بينالوا نعم كتيرة. وبرمت القوني وشافت كاترين صليب يسوع معلق فيه حرف الأم ماري، وتحته قلبين، قلب يسوع المكلل بالشوك وقلب مريم المطعون بالحربة، وهني علامة حب لكل الناس، وحوليهم 12 نجمة بيرمزوا لل 12 تلميذ يعني الكنيسة. تاني يوم خبرت كاترين كل شي شفته لبير ألاديل يلي راح لعند المطران وطلب منه إذن بطبع القونة. وهالقونة أوام انتشرت بين الناس وصاروا يحبوها ويلبسوها بإيمان ويصلوا من كل قلبهم. منشكرك يا أمنا العذراء يلي دايما بترافقينا وبتساعدينا على طريق القداسة لمجد الآب والابن والروح القدس. آمين. إليكي.
وخلص زمن الابتداء، وصارت كاترين راهبة من راهبات المحبة، وفي بقلبها فرح كبير لأنها حققت حلمها أنه تكون كلها ليسوع بخدمة الفقراء. تعينت ببيت بيستقبل الفقراء الختيارية اللي ما عندن حدا يهتم فيهن. كانت تطبخ وتنظف وتخدم هالخمسين ختيار وختيارة اللي كانوا يحبوها كتير، لأن هي كانت تحترمهم وتحبهم من كل قلبها وتساعدهم على تحمل أوجاعهم. وكانت تشتغل كتير تيضلوا نضاف وتيابوا مرتبة وكل شي بهالبيت ريحته طيبة. وهونيك يوم قالت الرئيسي للراهبات: بدي أعطيكن اليوم قونة كتير حلوة، العذرة بذاتها ظهرت عراهبة من راهباتنا ما منعرف مين هي، وطلبت منها نشر هالقونة. وصاروا الراهبات يقولوا: مين هي؟ مين هي؟ نيالة. وما عرفوا أبدا إنه هي رفيقتهم كاترين يلي كانت تطبخ وتجلي وتنظف وتهتم بالدجاجات، وخلت هالسر بقلبها لأنه العذراء قالت لها: خبري بس أبونا ألادال. وسمعت منها الكلمة بكل تواضع: يا قديسي كاترين، علمينا نحب مريم مثلك ونسمع كلمتها دايما. مريم الأم الحنونة طلبت من كاترين طلب جديد: قولي لأبونا ألادال يأسس أخوية يسميها أفان دو ماري. شو هالفرحة الكبيرة إنه نكون أبناء مريم ونمشي عخطاها بمحبة الله وخدمة الناس، وهي دايما سهراني على كل إنسان لأن كلنا ولادها. من وقت لوقت كانت أختها تونين تجي تشق عليها وتعطيها أخبار عن العيلة، ويا فرحتها لما خبرتها تونين إنه ابنها بده يصير خوري عزاري. وراحت كاترين معه وعرفته على الرئيس اللي استقبله بفرح وحضروا تيصير كاهن بخدمة الرب والفقراء. بقيت كاترين سنين ناطرة إنه يخلص شخص العذراء يلي حامل الكرة الأرضية، ولما شفتها قالت: العذراء مريم أحلى بكتير. مثل ما قالت برنادات سوبيرو يلي شافت العذراء بلورد لما سألوها: هاي كانت الست اللي شفتيها؟ لا، بتجاوب برنادات، أحلى بكتير. منتذكر إنه بالورد ظهرت مريم لبرنادات وقالت لها: أنا يلي حبل بها بلا دنس، يعني حبل بها بلا خطية. وكان هالظهور سبب فرح كبير لكاترين يلي علمتنا نردد معها: يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية، صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. وبسنة 1842 راح شاب يهودي اسمه ألفونس راتيسبون يزور صاحبه بإيطاليا مسيو دو بويسير يلي خبروه عن ظهورات العذراء، ولبسوا قوني قبل ألفونس حتى ما يزعل صاحبه. وراحوا سوا يمشوا بشوارع روما تيوصل مسيو دو بويسير مكتوب لخوري صاحبه. لما وصلوا طلب من ألفونس إنه ينطروا شوي بالكنيسة تكين حكي مع الخوري، وصار ألفونس يمشي ويتفرج على الكنيسة، وفجأة بيشوف العذراء عم بتشع نور حلوة مثل القوني اللي عطاه إياها صاحبه. ركع وحس بقلبه كل الحنين والمحبة اللي بقلب مريم. وبس وصل صاحبه
شافه عم يبكي ووجهه منور من الفرح. قال له ألفونس: ما قالت لي شي، بس فهمت كل شي. وبعد فترة طلب انه يتعمد وصار كاهن مكرس كل حياته للرب. بسنة 1870 عاشت فرنسا ايام صعبة، حرب قتل دمار، وتحول داير الريي لأمبولانس يهتموا فيه بالجرحى. بليلتها بصرت بنومة كاترين العذراء اللي سألت عن الريسي. قالت لكاترين: منا هون. قالت للعذراء: وليلا تروح عالجنوب نطمي بالا، أنا رح ضل هون محلا وإحمي هالبيت، بواحد وثلاثين أيار رح ترجع. وبعد كم يوم إجوا الثوار وسألوا عن شخصين مجروحين تياخدون ويقتلون. وقفت قبالن الريسي وما خلتن يفوتوا، وقفوا وراها الرهبات وما خلوا حدا يفوت. فراحوا الثوار وقالوا بغضب: رح نرجع بكرة وناخد الريسي على الحبس. خافوا الرهبات، بس كاترين تذكرت كلام العطرة: لما بيشتد الخطر ما تخافوا، رح كون معكم وأحميكم. وهي كانت تشجع رفقاتها وتحارب العنف والبغض بسلاحها الوحيد، القون اللي عطتها للثوار اللي كانوا يطلبوها منها. ويوم اللي راحت الريسي على داير تاني بالجنوب، قالت كاترين لرفقاتها: ما تخافوا، العطرة رئيستنا. ب29 نيسان دخلوا الثوار على الدير بالقوة تيقتلوا الرهبات. لقيون راكعين عم بيصلوا ويسجدوا للقربين المقدس، فتراجعوا عن مشروعهم. لما راحوا قالوا الرهبات: أحسن إنه نروح على دير تاني. وراحوا على أمل إنه يرجعوا بأقرب وقت. وتاني يوم لما رجعوا الثوار وما لقيوا حدا من الرهبات، غضبوا كتير وصاروا يكسروا بسلاحهم شخص العذراء. ب31 أيار بعد ما رجع الهدوء للمنطقة، رجعوا الرهبات والتقوا بفرح كبير وصلوا مع بعضهم صلاة شكر للعذراء. وأخذت كاترين التاج الذهب يلي خبته قبل ما يروحوا، وكللت فيه مريم ملكة السماء والأرض. وصار يجي رهبات جديد على الدير ما بيعرفوا كاترين، بس كانوا يحبوا يصلوا المسبحة معها لأنها كانت تصليها بكل خشوع. بعمر 70 سنة راحت لآخر مرة على ريو دو باك تتعمل رياضة روحية، وكانت السخونة تجبرها تمضي وقت أكتر بالإنفيرميري. توفت كاترين لابوري ب31 كانون الأول 1876، وراحت تلاقي بالفرح والمجد العذراء اللي حبتها واشتقت لها كل ايام حياتها. وانتشرت القوني بسرعه وصاروا يحبوا يلبسوها الكبار والصغار، الاصحاء والمرضى. ومش بس بفرنسا، باوروبا وبافريقيا وبكل العالم. ب31 أيار سنة 1980 راح البابا يوحنا بولس الثاني وزار كنيسة الريو دو باك، وصلى وشكر مريم على كل النعم اللي عم تستمدها من الرب لكل الناس. ونحن معه منقول بعد مرة: يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية،
صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. نحن الملتجئين إليك.